التواجد. هستأذنك نروح للسعودية، ومعنا على الهاتف من جدة الزميل الكبير المهندس عادل القيعي، افتقدناه حضوره النهارده لكن لازم نطمنكم عليه. يا باشمهندس مساء الخير. مساء النور يا ابراهيم. اولا سمعت خبر كده في وسط الاخبار اللي بتاعت النادي الجميله، لكن في خبر مؤلم يخص الزميل ايهاب الخطيب. الكلام ده صح؟ ايهاب توفي والده اليوم. قبل سمحت لي بس بنقل التعزيه، وباذن الله ندعي له باذن الله بالصبر وندعي المغفور له بالثبات عند السؤال يا رب. انا متوجه هو مع محسن وبعض الاصدقاء هنا من جده، رايحين نعمل عمره، فكويس انك كلمتني في التوقيت ده. شوف، يعني لما جت على السعوديه بعتني ورحت لوحدك. بعتك ورحت لوحدي، خلصين. انا ما بسيبش طار يا ابراهيم. تحيات العصام. يا حبيبي انت معايا في كل لحظه. الله يخليك، تحيات عصام شلتوت ومحمود صبري ليك يا باشمهندس. وقول لي بقى اجواء المونديال عندك لما وصلت ايه، وطمنا على البعثه. لا احنا وصلنا في رحله سهله وجميله باذن الله، وكان في استقبالنا رجال السفاره، والحقيقه حفاوه واستقبال جيد من المنظمين هنا في جده. ورحنا على بس احنا نازلين في فندق مش بتاع لعيبه، احنا ومجلس الاداره في فندق يعني حوالي ربع ساعه عن فندق اللاعبين وملعب التدريب واللي هو هيبقى كمان وملعب المباراه نفسه. لكن تعرف طريقه يعني الكابتن والنادي الاهلي في توفير اعلى درجات التركيز للفريق، انما الدنيا كلها كويسه. وطبعا واحنا قاعدين هنا سمعنا الاخبار الجميله اللي تخص النادي الاهلي وانتخابات الافضل في داخل افريقيا. وطبعا النادي الاهلي دائما ما يؤكد على مكانته ويؤكد على يعني احترام الراي العام الدولي في نظرته اليه، ويا رب دايما بالتوفيق. هل كان في جمهور في انتظار البعثه بالمطار يا باشمهندس؟ الحقيقه ما يعني احنا خرجنا من صاله كبار الزوار، فخرجنا بسرعه على العربيات ما لحقناش نشوف المشهد خارج المطار يعني. فالله اعلم يعني هل كان هناك جماهير، بس انا سامع ان في اقبال جامد على التذاكر بتاعت مباراتنا. طيب بكره الفريق عنده تمرين مش كده؟ بكره عنده تمرين، وما اعرفش اذا كانت مرة النهارده ولا لا. اكتفى النهارده بتمرين. انما مؤكد بكره فيه. ما تسالنيش عن الفرقه بقى زي ما انا قلت لك، لان مش هكون عندي المعلومات الكافيه عنهم. ولكن طبعا هم كمان يعني هم راكبين الطياره، ما تحسش ان في فريق كوره او فريق رياضي في الطياره. الناس ما حتى الكرو والطاقم الطائره والكابتن يعني مستغربين يعني. الصوت ما فيش، هدوء كامل. الناس نازله يعني ما تحسش ان في صخب، ويا رب يكون ده ينعكس على درجه اعلى من التركيز يا رب. عموما في العمره اللي انت متوجه ليها لا تنسى الدعاء للاستاذ العامري فاروق ان شاء الله تعالى بالشفاء. الدعاء للاستاذ عامري والاستاذ ايهاب الخطيب وحضراتكم، وتحياتي للاثنين الاعلاميين الكبار قوي اللي طبعا حظك حلو ان انا غبت عشان يبقوا هم في ضيافتك النهارده. يعني هو انا اقدر افكك الا باثنين توقات برضه؟ ما انا ما اقدرش افكك الا باثنين توقات. ما اقدرش افكك الا باثنين توقات. تيجي بالسلامه يا باشمهندس والدنيا امانه. ده اي واحد فيهم يفك 10. متشكرين يا عصام ويا محمود، يعني باذن الله تعملوا حلقه ممتعه باذن الله في ظل الاجواء الجميله بتاعه النهارده. شكرا جزيلا وعمره مقبوله ان شاء الله يا باشمهندس. المهندس عادل القيعي ان شاء الله يا حبيبي. المهندس عادل القيعي من السعوديه.